مساكم الله بالخير وحياكم الله بداية حلقة جديدة من برنامجكم الدوري مع وليد على اس بي سي وإذاعة جدة اف ام. اليوم ودي أتكلم مع الجمهور الرياضي بشكل عام، ولا أقصد فيها جمهور محدد ولا نبغى نسقط على حالة محددة، بس ساعات حب الجمهور والتصاقه بالنجوم في أنديتهم يكون له ساعات ردة فعل يعني عكسية على اللاعبين. اللاعب لما يلاقي الجمهور معاه والمدرج معاه بشكل مطلق فيصبح اللاعب عنده حصانة لا يقدر الإداري يصطدم معاه، ولا يقدر الرئيس يتواجه معاه، ولا يكون للمدرب كلمة عليه. النجومية، اللاعب لما يوصل للمرحلة هذه من النجومية ويصبح النجم الأبرز في ناديه، الجمهور لازم يكون حذر جدا من يمنح اللاعب هذا صك الانتصار، يعني احنا نفوز منك. بعد فترة يتطور الموضوع، احنا قاعدين نحقق بطولات بسببك. مع تطور الموضوع يصبح النادي علامة مسجلة للاعب هذا. هذا لو اللاعب يكون جاي من بيئة كويسة. مش كل اللاعبين جاي من بيئة كويسة، مش كل لاعب يتعامل مع ناديه بطريقة ولاد الناس. وشفنا في تاريخنا وفي السنوات طويلة ياما مرت علينا حالة نجوم زي هذولي، يكون محبة الجمهور لهم كبيرة، ومع انتصارات الفريق وارتباطها بهؤلاء اللاعبين يبتدي اللاعب يشوف نفسه. في أحد الأندية في لاعب كان نجم في النادي، لاعب سعودي عشان يكون واضح الكلام، هذا في موسم سابق. هذا اللاعب كان غير منضبط داخل الفريق، فحب مدير الكرة انه يضبطه ويضبط تصرفاته، واتخذ عليه قرارات عقوبة. قام اللاعب ايش سوى؟ ترك التدريب. ومع الأسف طلع الجمهور قام يهاجم هذا الإداري ويطالب ايش؟ انه ينشال. القرارات الانضباطية الجمهور ما يدعمها، وهذا ينتج عنه ان اللاعب يبتدي يشعر انه وراه ظهر. فراي المدرج، انت مين؟ انا اشيلك. ويا سلام لو الفريق لعب مباراه وخسر، اول ما يخسر الفريق الجمهور على طول يندفع يقول لك الاداري هو سبب الخساره. فهذا يخلي الاداريين ايدينهم مرتجفه في عقوبات اللاعبين. نقطه اخرى، تخيل عاد اللاعب لو كان اجنبي، اللاعب الغير سعودي في عينات ونوعيات تجي ملاعبنا مع حب الجمهور. طبعا انت عارف جمهور كرة القدم عندنا في المملكة جمهور عاطفي ومحب لأنديته. مع هذا الحب وهذا الدعم وهذا الاهتمام تكبر في راس اللاعب فيعتقد اني انا النادي. لا، انت مش النادي. وهنا تحتاج إدارة قوية وتحتاج جمهور واعي يدعم الإدارة في ضبط اللاعبين. لأنه أي نادي في الدنيا لو منحت لاعب واحد معاملة تفضيلية، اعرف أنك أنت رميت فيروس جو الفريق. الفيروس هذا ينتج عنه أنه اللاعبين الآخرين وبالذات النجوم يقولك زيه، أنت ما تقدر تعاقبني زيه ولا تقدر تسوي لي شيء زيه، بالعكس وأحصل على نفس الامتيازات. وهنا يبدأ انهيار أي فريق. يريد كل إدارييننا وكل الإدارات اللي في الأندية تتعامل مع اللاعب الأجنبي واللاعب النجم سواء سعودي أو أجنبي بما له وما عليه. لما يجي وقت التجديد تحط رجل وتقول أنا أبغى كذا، إذا وقت التنفيذ لازم تعطيني كل ما لديك في الملعب وبأدب وبانصياع لأنظمة النادي. إذا ما صار كذا ابشر بالنتائج والتدهور. نبدأ الحلقة مع العناوين. كل شيء سواه الأهلي، الحل الوحيد فزعتك المعتادة يا سومة. لدغة الدقيقة 86 تحمل نقاط الفيحاء وتذهب بالأهلي إلى الثالث. أكثر من 22 ألف متفرج في الدوري اليوم، وجدة الأكثر حضوراً. الوحدة يطارد أسيوية 2021 ويقلبها على ضمك ويصعد للرابع.
الهلال أمام الاتفاق في الجامعة، ورزفان يعلق كيف سيوقفوننا. النصر وصل المجمعة بدون حمد الله، وأنباء عن أزمة تم حلها. والفيصلي يقابل فارس نجد في مواجهة السادس مع الوصيف. بعد اشتباكات صالة الأحساء، اتحاد كرة اليد يوقف 5 لاعبين. حياكم الله من جديد، الدوري مع وليد على SBC وإذاعة جدة FM. خلنا نطرح لكم سؤال حلقتنا اليوم اللي موجود على حساب البرنامج في تويتر. ما هو التعامل الأفضل مع رفض بعض النجوم للقرارات الانضباطية؟ إيش التعامل الأفضل مع رفض بعض النجوم للقرارات الانضباطية؟ لما يجي نادي يطبق عقوبة على لاعب نجم، إيش الطريقة الأفضل إذا اللاعب رفضها يعني؟ أو بادية تصير مشكلة على الموضوع. أعطيناكم 4 خيارات ونشوف الجمهور إلى أي اتجاه في هذا الموضوع. 1، تطبيق الأنظمة، طبق النظام على الجميع، هذه 1. 2، لا لازم اللاعب ياخذ معاملة خاصة، يعني ما يصير النجم اللي يفوزني زي أي لاعب في الفريق، هذا الخيار رقم 2. رقم 3، حسب نجوميته، يعني إذا هو والله أنا محتاجه ولاعب شايلني فيعني أطنش، يعني مش مهم كثير أطبق عليه. طيب الخيار رقم 4، حلها بسرية، بسرية مش بسرعة، بسرية، حلها بسرية، يعني تنحل سكيتي كذا بعيدا عن الإعلام، بعيدا عن السوشيال ميديا، بعيدا عن أي أمر علني. شاركونا والله في الإجابة على هالسؤال على حساب البرنامج في تويتر واللي يظهر أمامكم الآن على الشاشة. نرحب بضيوف حلقتنا اليوم، كابتن سلطان اللحياني، طبعا لاعب نادي الوحدة السعودي من الفئات السنية من 96 حتى 2009، طبعا اختير للمنتخب السعودي الأول في تحضيرات كأس العالم، كأس آسيا 2004، عمل في اللجنة الفنية لنادي الوحدة موسم 2015، لديه دورات تدريب وتحليل فني وإدارة رياضية وأكاديمية من الاتحاد الأسيوي. أيضا رحب عبر الأقمار الصناعية من الرياض بالزميل خالد القحطاني الناقد في البرنامج. طبعا الزميل خالد يحمل رخصة المدربين من الاتحاد الأسيوي، لديه دبلوم إدارة رياضية من جامعة ريال مدريد، وشهادة منهجية للتحليل والتدريب من معهد إعداد القادة، وعضو في الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية. كابتن محمد فودة المستشار التحكيمي للبرنامج. كابتن محمد فودة طبعا كان لاعب في نادي أحد 11 سنة، وحكم كرة قدم لأكثر من 20 عام، حكم دولي ل7 سنوات، عضو لجنة الحكام الرئيسية لعدة دورات، ومقرر لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم لمدة 6 سنوات، ورئيس لجنة الحكام الفرعية لمدة 15 سنة، ومستشار لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم لمدة 6 سنوات. وأخيرا وليس آخرا، معنا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة كابتن سمير عثمان، طبعا لاعب منتخب مصر لكرة القدم تحت 16 سنة سابقا، عامل في التحكيم الدولي من 2005 حتى 2016، حكم 940 مباراة، 26 مشاركة في تصفيات كأس أفريقيا والتصفيات المؤهلة لكأس العالم، كان أفضل حكم في مصر لمدة 6 سنوات، وعمل رئيسا للجنة الحكام في مصر في الاتحاد المصري لكرة القدم 2019. رحب بكم جميعا، وأنا حرصت على هالتعريف بهذه الطريقة وبالتعريف بضيوف البرنامج يعني للتوضيح ما هي الخلفية التي يأتي منها نقاد البرنامج. رحب فيك كابتن سلطان. الله يحييك أبو بدر، ومسي عليك ومسي على السادة المشاهدين والمستمعين، ومسي على الزملاء كابتن محمد فودة وكابتن سمير وكابتن خالد القحطاني، وإن شاء الله حلقة مميزة. الله يحييك. إيش تختار أنت، إيش التعامل الأفضل مع رفض بعض النجوم للقرارات الانضباطية؟ تختار أي رقم؟ أنا مع تطبيق الأنظمة، لأنه لا ما نبغى نكون مثاليين، نبغى الصدق يعني. أنا بالصدق مع تطبيق الأنظمة، ما في أحد في النادي أكبر من النظام، وإذا طبقت النظام حتاخذ صداه وحتاخذ تأثيره على المستوى البعيد وحترسخ. بس ممكن تخسر لاعب يفوزك.
لا مفترض مفترض اللاعب لما تخسر انت الجمهور يقلب عليك. لا مفترض لا لا انت انت على النظام مستحيل انت داخل الفريق لما تفضل لاعب وتحابيه في نظام وتعاقب ما تصير طيبي وتعاقب غير ما قاعد تصير في الانديه الان اصبحت الامور اكثر احترافيه فاعتقد اللاعبين اصبحوا واعين ولما يكون يعني مفاضله انك تفاضل لاعب عن غير لاعب اعتقد انه حيضر بالمجموعه بشكل كامل فمستحيل يعني تختار واحد نعم طيب خالد الغامدي خالد القحطاني ايش تختار وليه اولا على حسب المسؤول ابو بدر اذا كان المسؤول اداره النادي فقطعا انك بتروح الى تطبيق الانظمه لكن اذا كان المسؤول مدرب الفريق قطعا النجم راح تكون له معامله خاصه انا اميل دائما الى كون انه يعاملون كل اللاعبين بالنجم او اللاعب الاحتياطي او اللاعب الشاب العادي من اصابه اللي يمر في دروب مستوى معامله اسنان المشط هذا غير منطقي للامانه وله عندنا فقط يعني حتى على صعيد العالمي اتذكر الموسم الماضي تكلم غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن هذه النقطه تحديدا وقال انه معامله كل النجوم مثل كل اللاعبين هو مجرد هراء وهذا الامر منطقي جدا النجم مختلف تماما اللي يصنع لك فارق فرضيه الملعب مختلف تماما عن غيره من اللاعبين نشوف مباريات اليوم جرت ثلاث مباريات تعادل الرائد مع الفتح بدون اهداف في القصيم الوحده اليوم فاز على ضمك 3-2 في مكه المكرمه والاهلي فاز على الفيحاء 1-0 في جده والترتيب بعد نهاية مباريات اليوم الهلال الأول ب 47 نقطة النصر الثاني ب 42 نقطة الأهلي الثالث 37 نقطة بعد فوز اليوم الوحدة الرابع 36 نقطة الرائد الخامس ب 32 نقطة الفيصلي السادس الشباب السابع تعاون الثامن الفيحاء التاسع الاتفاق العاشر أبها الحادي عشر الاتحاد الثاني عشر الحزم الثالث عشر الفتح الرابع عشر ضمك الخامس عشر والعدالة السادس عشر والأخير بكرة طبعا نذكركم باقي مباريات الجولة راح يكون عندنا ثلاث مباريات بكرة السبت أبها مع التعاون في أبها والفيصلي مع النصر في المجمعة والهلال مع الاتفاق في الرياض اليوم فاز الأهلي على الفيحاء بهدف واحد مقابل لا شيء حاول الأهلي كل شيء سواه جل إنقاذ كالعادة من المبدع عمر السوق لهذه المواقف ماركو مارين أرسلها وبينت راسية وصلت لدى غريب علاها الله 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 جول للأهلي هدفهم نجمهم الأسطوري يأتي بهدف الليلة شوف الارتقاء شوف الرأسية لأهدافه دهشة لا تتغير في كل مرة الله على أسيست الله كابتن سلطان اللحياني يعني الإنقاذ كالعادة عمر السومة المبادرة الفردية هنا تدخلت لا بالنسبة للمباراة في المجمل أعتقد الأهلي قدم مباراة من أجمل المباريات على مستوى التنظيم وعلى مستوى الرغبة وعلى مستوى الانتشار وعلى مستوى حتى تقارب الخطوط قبل المباراة ظروف المباراة للفريقين حيقدم مستويات مميزة في فترة سابقة وآخر جولتين منتصر فيها الأهلي في آخر جولتين تعثر تعادل وخسارة مدرب جديد ظهور جديد أعتقد أنها مباراة جدا مميزة للأهلي بداية من التشكيل بداية من الحضور بداية من الضغط العالي في أمام فريق متكتل بدرجة عالية أمام فريق منظم بدرجة عالية أمام فريق صراحة جالس يقدم مستويات مميزة في الفترة الأخيرة ولكن الأهلي كان تطور كثير على مستوى التنظيم تطور كثير في نقطة مهمة أعتقد أن الأدوار الدفاعية للمجموعة أصبحت اليوم واضحة بشكل أكبر وتحديدا من أجنحة الفريق نتكلم عن جانيني والمساندة اللي يصنعها مع ليما في الطرف الأيسر كذلك حتى المؤشر والمساندة الدفاعية اللي يصنعها كذلك مع سعيد الأهلي في يعني في كل كرة تقطع في الثلث الأخير تجد زيادة عددية غالبا حتى من محاور الفريق سوزا وساريتش أعتقد هذا ما تفوق فيها الأهلي في هذه المباراة للفيحة صنع بصراحة أكثر من خطورة خاصة في الشوط الأول على مستوى التحولات الهجومية بأخطاء بعضها فردية فريق الهلاوي ولكن كان ياسر المسيرين بصراحة في الموعد في كل تحول اسمه هجومي بصراحة كان مميز جدا وهذا ما صنع ياسر في المباراة الماضية ولكن في المجمل أعتقد أنها مباراة موفقة للأهلي استحق الفوز أكثر من عرضية اعتمد على الأطراف بشكل كبير تكلم أبو بدر عن أكثر من 40 عرضية للأهلي 10 منها ناجحة تفوق كثير للكرات العالية لمدافعي الفيحة ولكن الأهلي في الأخير
حتى بالنسبة للتغيرات، للتغييرات أعتقد أنها تغييرات موفقة. نشوف كيف غريب بعد ما دخل صنع الهدف، نشوف كيف السومة في أكثر من فرصة، كان بصراحة في التوقيت المناسب في المكان المناسب حتى في التمرير المناسب، وحتى أسبقيته على الهدف وقبلها فرصة بصراحة كانت جدا مميزة له وضاعت أو ردها الحارس. ولكن في المجمل أعتقد أنها نتيجة أكثر من رائعة للأهلي، ومستوى كذلك مميز للفيحة أمام هذه الكوكب من النجوم وأمام مستويات متطورة من أكثر من جولة. فمباراة ممتعة جدا على مستوى التكتيك، على مستوى الرغبة، على مستوى الأداء. تفوق الفريق الأفضل في أغلب تفاصيلها، مبروك للأهلي وحظ أوفر للفيحة. طيب نقطة نظام ونسمع صوت الجمهور. مساك الله بالخير يا أبو بدر، كيف حالك؟ هل هو معقول فيه لاعب أكبر من النادي؟ هل معقول فيه لاعب قاعد النادي وقومه؟ مو معقول هذه. صار اللاعبين أكبر من النادي المفروض أنهم يتريحون يجيبون لهم إدارة محلة. لازم فيه حزم وفيه علم زين. عمر السومة، شوف أنا بقول لك حاجة، جمهور الأهلي 99% يحبوك، واحد بالمئة ينتقدوك ويحبوك. ما في أي أهلاوي عاقل وناضج يكرهك كلاعب نهائيا. يا أخي أنت إنسان ما أعطيتنا مجال إنه إحنا ننتقدك، ما أعطيتنا مجال إنه إحنا يعني نلاقي فرصة نتكلم فيها عليك. ولازم تعرف شيء وتتأكد منه مهما طال الزمن، والله العظيم والله العظيم راح نفتكرك وراح نذكرك وراح تكون جوا قلوبنا. يعطيك ألف عافية، شكرا لك. في سالة على الهاشتاج البرنامج يقول سلطان الأحيان يقول غير موجودة معاملة النجوم بخصوص، قول له روح برشلونة وشوف مين يقدر يقرب من ميسي إذا كانت مكانته في إيش أيا كانت مكانته في النادي. شوف اعترافية ميسي، احنا نتكلم عن تطبيق النظام، حتى السؤال كان واضح تطبيق النظام على النجوم. فتطبيق النظام اعتقد انه من المفترض بإدارة النادي، لا سيبك المفترض، نبغى اللي صاير. اللي صاير انا اشوف الصح. انا لا مو صح، يعني اقول لك ايش رايك الحين في الشارع اذا تقولون انت سالتني طبقه 3 سم تقول لي والله المفروض 7 بس هم جددوا 3. انا حسب الاستفتاء رايي في الصح من اربع الخيارات، رايي في الصح اذا كان اداره النادي لابد ان تعامل بمنطقيه وبتطبيق النظام على كل اللاعبين. طيب خالد القحطاني، يعني شايف انت المباراه اليوم نقدر نقول الفيحاء ما كان يستاهل الفوز؟ الأمانة هي مباراة انقذ نقاطها بدر الكابتن عمر السومة، وأنا أميل دائما الكابتن عمر السومة ينقذ الكثير من النقاط اللي على الأقل تصنع للأهلي حافز الانتصار، وهي على صعيد نقطي مهمة جدا لفلادان في أول مباراة. يعني أنت شفت بصمة، شفت اليوم فلادان شايف بصمة، يعني إيش البصمات أو البصمة اللي ظهرت له اليوم على الفريق الأهلي؟ بصمة على صعيد التنظيم الدفاعي، وأنه جالس يدافع من منتصف الملعب بدون ما تتجاوز الكثير من الكرات خط الظهر في النادي الأهلي. لكن على الصعيد الهجومي هي نفس المشاكل التي يعاني منها الأهلي طوال هذا الموسم، صناعة للفرص تأتي بشق الأنفس. أعتقد أنه هذه تبعات 5 مدربين خامسهم فلادان في النادي الأهلي، وهو غير مطالب أبدا أنه يغير هذا الحال في يوم وليلة على الصعيد الهجومي تحديدا. لكن لو نعود للكابتن عمر السومة وبدر، اليوم أصبح على فارق 10 أهداف فقط أنه يكون الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي، وهو للأمانة رقم أتمنى أن يحقق الكابتن عمر السومة لأنه يستحقه ويستحقه تاريخه الكبير. لكن على الجانب المحبط رغم الخسارة، أنا أعتقد أني شفت اليوم الكثير من فقدان الحافز للعيبة النادي الأهلي. هذا الأمر اختلف بعد دقيقة 86 بعد ما غير عمر السومة نتيجة المباراة. قبل ذلك لو تلاحظ أغلب اللعيبة في نادي الأهلي تحديدا على الشق الهجومي هم يفتقدون للحافز في الأداء. طيب وهذه مرحلة جدا خطيرة للأمانة. طيب إلا أنها مرحلة نعم طيب عفوا بس لأنه في نبأ عاجل الآن، أعلنت وزارة الرياضة تعليق الحضور الجماهيري في المسابقات الرياضية السعودية ابتداء من غد، يعني من بكرة ما في حضور جماهيري راح يكون في مباريات الدوري. تابعت وزارة البيان طبعا الصادر من وزارة الرياضة يقول تابعت وزارة الرياضة باهتمام بالغ خلال الفترة الماضية مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد في أغلب دول العالم والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة حفظها الله على كافة الأصعدة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين.
وبناء عليه وبناء على التدابير الوقائية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات هذا الوضع وهذا الفيروس، وانطلاقا من حرص الوزارة على سلامة الجميع ولمنع انتشار هذا الفيروس خصوصا في الأماكن التي تشهد تجمعا كثيفا للحشود البشرية، فقد تقرر تعليق الحضور الجماهيري في جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب اعتبارا من يوم غد السبت الموافق للساعة 12 رجب 1441 هجرية الموافق 7 مارس عام 2020، وحتى إشعار آخر، على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة. تعليقك سلطان على القرار؟ قرار متوقع وأبر احترازي، وعودتنا حكومتنا وبلادنا وكل مسؤول في هذا البلد أنه يحرص حرص تام على المصلحة العامة بشكل أكبر، وبالتأكيد زي ما ذكروا أنها لفترة مؤقتة لدراسة الوضع بشكل عام، وأعتقد أن القرار موفق. وأغلب الدول، نتكلم عن الدوري الإيطالي علق الحضور، كذلك في بعض الدول شرق آسيا، فأعتقد أنه أمر مهم لتدارك أي ازدحام من الممكن أن يساعد في انتشار هذا الوضع. أذكر مرة أخرى أن وزارة الرياضة تعلن تعليق الحضور الجماهيري في جميع المناسبات الرياضية ابتداء من غد السبت. نذكركم إيش المباريات اللي عندنا بكرة السبت، اللي طبعا لن يكون فيها حضور جماهيري، راح تقام المباريات بدون حضور جماهيري: مباراة أبها والتعاون في أبها، ومباراة الفيصلي مع النصر في المجمعة، ومباراة الهلال مع الاتفاق في الرياض. خالد القحطاني كذا افتقد، يعني راح تفقد الفرق اللي تلعب على أرضها عنصر الدعم الجماهيري. قد تفقد برضو، يفقد دورينا الكثير من حفاوته أو حتى الكثير من جاذبيته، لكن كل هذه الأمور هي تعتبر أمور ثانوية أمام صحة الجماهير اللي بتكون حاضرة. أمر متوقع، عن نفسي كنت أتوقع من يومين أن نسمع مثل هذا القرار. وعلى الصعيد الآسيوي تحديدا، إحنا شايفين تزايد الفيروس سواء في أندية أو في دول الشرق أو حتى في الدول هنا، وعلى صعيد الدول بحكم أنها الآسيوية ما تلعب الدوري، على صعيد الدول الأوروبية تشوف إيطاليا اليوم توقف أغلب مبارياتها وتؤجل المباريات، مو بس فقط تحد من الحضور الجماهيري. ونتوقع برضو أن هذا الأمر ممكن يتكرر في باقي البطولات. على حد ما سمعت اليوم أن رابطة البريمير ليج الموسم، عفوا الأسبوع القادم، بيكون عندهم اجتماع بهذا الخصوص. فكل هذه الأمور الاحترازية هي لأهل الاختصاص. حفاوة كرة القدم ومتعة كرة القدم بجماهيرها تعتبر جميعها ثانوية أمام صحة الناس. طيب نذكر بس بالخبر الآن العاجل، ظهر قبل قليل، تقرر إيقاف أو منع حضور، تعليق الحضور الجماهيري لكافة المباريات الرياضية في المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر. تعليقك أبو فهد؟ والله بدر، إجمالا يعني بالنسبة للدولة حقيقة تحافظ على مواطنيها بهذا الشكل، التجمعات الجماهيرية في المساجد، في حتى بمكة والمدينة منعت أو تم إيقاف العمرة، فهذا كله من أجل الصالح العام، لأنه المرض منتشر بطريقة لا نخوف منها الناس، ولكن الوقاية أهم من العلاج، وهذه وقاية للجميع خوفا من انتشار هذا المرض لا أكثر ولا أقل، وإن شاء الله غمة وتزول بإذن الله تعالى. كابتن سمير عثمان، طبعا أنتم يمكن عندكم في مصر الدوري بدون حضور جماهيري، فأعتقد ما عندكم الإشكالية أو القلق في مسألة الإجراءات الاحتياطية والوقائية لمرض كورونا. رأيك في القرار الصادر الآن من وزارة الرياضة؟ طبعا قرار سليم في وقت ممتاز، خاصة بعد الحماية بتاعت السعوديين، خاصة في الحرم المكي والحرم النبوي الشريف، وده حماية لكل الجماهير. أما بخصوص مصر، احنا بقالنا حوالي 9 سنين من غير جمهور، فالقرار ده يعني احنا يعني الحمد لله ما فيش جمهور من الاول يعني، وان شاء الله ربنا يشفي ويحمي كل بلدنا باذن الله. يا رب يا رب يا رب. خلينا نروح الفاصل، بس قبل ما نروح الفاصل بذكركم بالحضور الجماهيري الاخير في دوري الامير محمد بن سلمان. اخر شيء حضر اليوم حضر 22988، حوالي 23000 متفرج. هذا الحضور اليوم في الجوله 21. مباراه الرائد والفتح حضرها حوالي 1885 مشجع، مباراة الوحدة وضمك حضرها 10303، ومباراة الأهلي مع الفيحاء حضرها 10800 مشجع. طبعا يوم الخميس كان عندنا مباراتين، الحزم مع الاتحاد حضرها 3306، ومباراة الشباب مع العدالة حضرها 4144 مشجع. إذن مجموع الحضور في اليوم الأول كان 7450، ومجموع الحضور في اليوم الثاني 22 ألف
23,000 تقريبا، يعني نتكلم عن 31,000 مشجع اللي حضروا مباريات الجولة 21 قبل قرار وزارة الرياضة اللي صدر قبل قليل بتعليق الحضور الجماهيري لكافة المناسبات الرياضية. يعني من بكرة ما حد يروح أي ملعب، كل المباريات راح تقام بدون حضور جماهيري. بالنسبة للتذاكر، بالنسبة للتذاكر المباعة الآن وزارة الرياضة تقوم بالتنسيق مع الأندية لإعادة قيمتها إلى الناس اللي كانوا اشتروا تذاكر المباريات، وبالذات مباراتين كبيرة بكرة، مباراة الهلال مع الاتفاق في الرياض ومباراة الفيصلي مع النصر في المجمع. طبعا في مباراة ثالثة بس نتكلم عن المباريات الرئيسية اللي راح يكون متوقع فيها حضور كبير، وأيضا مباراة أبها والتعاون، والله ممكن حتى مباراة أبها والتعاون متوقع أن راح يكون فيها حضور كبير. فبالتالي غدا تعليق حضور الجماهير لكافة المناسبات الرياضية. بيجيني عقب بكرة واحد يقول لي طيب في مباراة كرة يد؟ ما في، كله ما في. الله يحفظنا جميعا من كل مكروه. فاصل وبعد الفاصل الوحدة يحقق الفوز رقم 12 ويستمر الفريق الذي لا يتعادل أبدا. حياكم الله من جديد، الدوري مع وليد على SBC وإذاعة جدة FM. نذكركم طبعا بالقرار اللي صدر قبل قليل من وزارة الرياضة السعودية، قرار بتعليق الحضور الجماهيري بكافة المسابقات الرياضية السعودية ابتداء من يوم غد السبت. يعني مباريات بكرة الثلاث اللي عتقام في دوري الأمير محمد بن سلمان ستقام بدون حضور جماهيري. مباريات بكرة الهلال مع الاتفاق في الرياض، والفيصلي مع النصر في المجمعة، والتعاون أو أبها مع التعاون في أبها راح تكون بدون حضور جماهيري. وهذا القرار اتخذ من وزارة الرياضة كإجراء وقائي لنظرا للحالة العامة لانتشار مرض كورونا في العالم، وهذه من ضمن الإجراءات القوية اللي اتخذتها الحكومة السعودية بشكل تدريجي منذ بداية انتشار المرض في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. نروح طبعا نتيجة استفتاء أو سؤال حلقة اليوم، ما هو التعامل الأفضل مع رفض بعض النجوم للقرارات الانضباطية؟ 83% يطالبون بتطبيق الأنظمة، 4% يقولون معاملة خاصة، 3% يقولون حسب نجوميته، و10% يطالبون بحلها بشكل سري. تقريبا 9,000 مصوت حتى الآن على حساب البرنامج في تويتر، والاستفتاء مطروح، الحساب يظهر أمامكم الآن على الشاشة. كابتن سمير عثمان، نروح لمباراة الأهلي والفيحاء، تفضل شوف الحالات معك. النهاردة مباراة الأهلي والفيحاء 6 حالات هناخدهم سريعة. أدار طاقم الحكام من سلوفانيا سلاكو فينتفيتش. أوكي، عندنا 4 حالات في الشوط الأولاني وحالتين في الشوط الثاني. نبتدي حالات الشوط الأولاني سريعا، كانت في الدقيقة 10 كان في مطالبة بلمسة يد على لاعب الفيحاء، بس لما نيجي نشوف الكرة هتلاقي ان الكرة جت في صدر لاعب الفيحاء مش في ايده، وكان قرار الحكم باستمرار اللعب كان قرار سليم في الكرة دي زي ما احنا شايفين الكرة كانت واضحة. دي كانت الحالة الأولى في الدقيقة 10. بعد كده عندنا الحالة الثانية في الدقيقة 22 في إعادة للكرة، في كانت الكرة فيها إعادة، فيها الكرة هتصطدم بإيد مدافع الفيحاء، برضو كان قرار الحكم كان ممتاز فيها باستمرار اللعب، إن الكرة ما جت في إيده ما كبرتش في جسمه ولا حاجة، في إيده ملتصقة ما فيهاش أي حاجة، كان قرار الحكم سليم 100% زي ما احنا شايفينها في الصورة. نروح سريعا في الدقيقة 24 كانت الحالة الثالثة، هنلاقي سقوط مهاجم الأهلي ديجاني خارج منطقة الجزاء، والحكم هنا برغم انه كان قريب يا كابتن وليد انما امر باستمرار اللعب، انما طبعا هنا في دفع طبعا من مدافع الفيحاء في ظهر لعب النادي الاهلي ديجانيني، بس الحكم ما حسبهاش، وانا ارجع هنا الحكم ما حسبهاش بالرغم انه واخد زاوية رؤية كويسة، هو الحكم قد يكون مركز على ارجل اللاعبين مش الجزء الفوقاني، هنا كان لازم ركلة حرة مباشرة لصالح الاهلي تحتسب. بعد كده عندنا كانت في الدقيقة 27 عندنا الحالة الرابعة، كان مطالبة الأهلي بلمسة يد على مدافع الفيحاء على حدود منطقة الجزاء. المشكلة الكرة دي يا كابتن وليد اتعادت مرة واحدة، يعني اما نيجي نشوفها هي مرة واحدة بس، اما نيجي نشوفها هتلاقي فيه لمسة يد فعلا على مدافع على الفيحاء، بس الحكم هنا أمر باستمرار اللعب. بعد كده عندنا أهم حالتين في الشوط الثاني كانت في الدقيقة 85
وفي دي وهدف الاهلي. اما نشوف ليه الحاله الخمسه ليه هم النهارده في المباراه، كان في هنا مطالبه لنادي الفيحاء بركله جزاء، هنشوفها في ركله جزاء ولا لا اما نيجي نشوفها. طبعا هنا في طبعا هتلاقي في اهمال من مدافع النادي الاهلي رقم 23 امام مهاجم الفيحاء، اما نشوفها ودي ركله جزاء سليمه بسبب الاهمال، شايفين دراعه الشمال ممدود ازاي، في اعاقه لمهاجم الفيحاء، كان ركله الجزاء المفروض الحكم السلوفاني كان يحتسبها لصالح. بعد كده عندنا اهم حاله برضه في المباراه يحتسبها الحاله الاخرانيه سمير. هدف النادي كابتن الاهلي كابتن سمير، هدف كابتن سمير ضربه جزاء المفروض كان يحتسبها لصالح مين عشان الناس معانا في الاذاعه مش شايفين؟ لصالح الفيحاء. طيب تفضل تفضل. الحكم لم يحتسبها، والمفروض كان برغم انه كان زاويه كويسه وكان حكم الفي ار الحكم الهولندي المفروض طبعا كان لازم يساعده في كره زي دي. بعد كده عندنا الحاله الاخرانيه كان هدف النادي الاهلي، هدف النادي الاهلي سليم 100% ما فيهوش اعاقه، حتى ما رجع لتقنيه الفيديو الفي ار اكد قرار الحكم وتم احتساب الهدف. دي كانت اهم حالات يا كابتن وليد في المباراه، اربع حالات في الشوط الاولاني وحالتين في الشوط الثاني. كابتن محمد فوده حق الرد بس يجيبوا لنا الهدف، الهدف ما جاب الهدف. ها هدف الهدف. كابتن محمد فوده عنده تعليق على الهدف تفضل. هدف طبعا الكابتن سمير كان يتكلم عن الهدف لكن لم يعرض، هل في هناك لاعب نادي الاهلي قام بعمليه دفع لمدافع نادي الفيحاء ام لا؟ ها كابتن سمير نشوفها قدامنا. لا يا كابتن هتلاقي ده احتكاك طبيعي جدا مع مهاجم الاهلي ومدافع الفيحاء. أوكي. حتى لما نيجي نشوفها ده يعني احتكاك طبيعي بين اللعيبه، شايفه انا هدف سليم. صحيح ما في مخالفه وانا مؤيد بس لانه الحاله ما عرضت فحبيت انها تعرض فقط. اذا متفقين انتم مع بعض كل الحالات ممتازه وما في اي مشكله. خلينا ناخذ هذا الموجز السريع لاهم الاخبار الرياضيه. طيب اوكي على ما يجيبونها الشباب. خلاص نروح الفاصل أجل فاصل وبعد الفاصل الرائد مع الفتح يتقاسمان النتيجة والمستوى بشعار قمة الملل. قرار بإيقاف الحضور الجماهيري في كل المسابقات السعودية. وزارة الرياضة تعلق الحضور الجماهيري للوقاية من انتشار كورونا. كل شيء سواه الأهلي الحل الوحيد فزعتك المعتادة يا سومة. لدغة الدقيقة 86 تحمل نقاط الفيحاء وتذهب بالأهلي إلى الثالث. أكثر من 22,000 متفرج في الدوري اليوم وجدة الأكثر حضورا. الوحدة يطارد أسيوية 2021 ويقلبها على ضمك ويصعد للرابع. الهلال أمام الاتفاق في الجامعة ورزفان يعلق كيف سيوقفوننا. النصر وصل المجمعة بدون حمد الله وأنباء عن أزمة تم حلها. والفيصلي يقابل فارس نجد في مواجهة السادس مع الوصيف. بعد اشتباكات صالة الأحساء اتحاد كرة اليد يوقف 5 لاعبين. حياكم الله من جديد الدوري مع وليد على SBC وإذاعة جدة FM. ضيوفي اليوم خالد القحطاني من الرياض وسمير عثمان من القاهرة، محمد فودة معنا هنا مستشار التحكيمي للبرنامج. إيش الابتسامة الحلوة هذه يا أخي؟ توك ما رحبت فينا في البداية فقلت خلنا ابتسم لك يعني. أي تعطيني كذا ابتسامة ذات مغزى. طيب ونرحب أيضا بالكابتن سلطان اللحياني. في سؤال طبعا نذكركم بالخبر العاجل قبل قليل، وزارة الرياضة السعودية تقرر تعليق الحضور الجماهيري في كافة الأنشطة الرياضية ابتداء من يوم غد السبت. إذن مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان غدا السبت ستقام بدون حضور جماهيري، وأبلغتنا الآن وزارة الرياضة أنه جاري الآن الاتصال بالأندية لإيجاد الآلية المناسبة
لإعادة قيمة التذاكر التي تم شراؤها لهذه المباريات الثلاث. أيضا على هاشتاج البرنامج يقول يا أبو بدر شيء طيب من وزارة الرياضة تعليق الحضور الجماهيري للملاعب، وماذا عن إدارة التعليم؟ هناك حشود طلابية في المدارس، هل سوف تغلق تعلق حماية من كورونا؟ أحمد باشنفر. شوف الموضوع التعليم والمدارس هذا مرتبط برضه يعني بمعايير معينة كم العدد ولا. وأضف إلى حاجة أنه واضح أنه يعني التعامل الحكومي السعودي مع كورونا ما في مزح، تم استخدام أعلى معايير الأمن والسلامة، فإذا كان هذا الأمر في أي خطورة على الطلبة صدقني راح يتخذ القرار فورا. نشيل من راسك الموضوع، الآن الدولة متعاملة مع الموضوع بكل الجهات، ما في مزح، نقطع الصدر ما في مزح، تعاملين مع الموضوع بجدية كاملة. خالد القحطاني أرجع لك بس لمباراة الأهلي مع الفيحاء، كنت قطعتك في الحديث عنها، نستكمل حوارنا تفضل. الكلام بدر كان عن ظهور أمر خطير في النادي الأهلي ألا وهو فقدان الحافز، خصوصا إذا كانوا نتكلم عن لاعب لاعبين بقيمة إمكانيات لعبة النادي الأهلي أو حتى بمكانة النادي الأهلي كإرث تاريخي رياضي. لكن أن تبدأ أو أن ينتصف الموسم وأنك ما عندك هدف إلا تقريبا مباراة نصف النهاية أمام النصر في كأس الملك، وبعد ذلك كل مباريات الدوري ممكن ما يكون لها تأثير كبير على أداء اللاعبين، ممكن هذا الشيء ظهر جليا في أداء اللاعبين قبل هدف عمر السومة أو حتى على وجوههم، وتقدر تلاحظ الكثير من التوهان، الكثير من غياب التركيز في اللمسة الأخيرة والصعوبة الكبيرة اللي يظهرون فيها لعبة الهجوم في صناعة الهجمة. بالرغم من أن هذا الأمر محبط إلا إذا كان هنالك مشروع جديد بيبدأ في النادي الأهلي ممكن يكون له مكاسب. أتكلم عن مشروع فلادان، أنه يدخل في هذه الظروف ويكون أمر التصفية بالنسبة له سهل، بمعنى أصح لو أنك بمعنى أصح لو أن اللاعبين في النادي الأهلي هنالك عيوب في التشكيلة أو حتى عيوب في الأسماء الموجودة، يقدر فلادان أنه يحدث نوعا من التغيير ويركز على أسماء جديدة من الكابتن عبد الرحمن غريب أو حتى غيره من اللعيبة الموهوبين في النادي الأهلي. فهذه المرحلة حساسة، لكن المهم أن لا يعني يكون هذا الأمر ساعد في نجوم النادي الأهلي وهو فقدان الحافز في هذا الموسم. نتيجة آخر نتائج السؤال الحلقة اللي على حساب البرنامج، ما هو التعامل الأفضل مع رفض بعض النجوم للقرارات الانضباطية؟ 83% يطالبون تطبيق الأنظمة، 4% يقولون معاملة خاصة، 3% يقولون حسب نجومية اللاعب، و10% يطالبون بحلها بشكل سري. بهذا انتهي. وفي سؤال آخر اليوم نطرح لكم إياه، بكرة عندنا مباريات الدوري الأمير محمد بن سلمان، من سيكون نجم مباريات السبت في دوري MBS المحترفين؟ من بكرة راح يكون نجم مباريات الغد؟ بكرة الهلال ولا الاتفاق ولا النصر ولا الفيصلي؟ شاركونا في الإجابة على السؤال على حساب البرنامج في تويتر اللي يظهر أمامكم الآن على الشاشة. محمد الدغريري على هاشتاج البرنامج يقول الحين يا أستاذ وليد كل يوم تعرفنا على الضيوف، إيش المناسبة؟ مو ما شاء الله يا محمد انت شكلك تتفرج على البرنامج كل يوم، فمو كل واحد يتفرج على البرنامج كل يوم. ثاني حاجة مش كل يوم نفس الضيوف، كل يوم ضيوف مختلفين. فيقول المشاهد، الأخ محمد يقول المشاهد لا تهمه التجارب بقدر ثقافة الضيوف ومستوى تأهيلهم العلمي. طيب على مستوى الكابتن سلطان الأحياني معاه ماجستير في إيش يا كابتن؟ في الإدارة والتخطيط. في إدارة والتخطيط، مع احترامنا شهادته هذه شهادتي ما تلزمنا، احنا يلزمنا ان ايش؟ انه هو كان لاعب متميز في نادي الوحدة وهو يظهر في برنامج رياضي، فنستلهم من تجربته كلاعب واداري ولا نحتاج شهادة الماجستير حقه. فاذا انت تبغى البرنامج يجيب لك شوية دكاترة، واحد معاه دكتوراه في التخطيط الاستراتيجي الرياضي، واحد معاه ماجستير من جامعة اكسفورد في عملية التخطيط والتنمية الرياضية، هذا بتسكر التلفزيون يا حبيبي، لا راح يصير يجيك نفس تتفرج ولا راح يجيني نفس أقدم البرنامج، صح؟ نقطة نظام ونسمع صوت الناس. ألف ألف مبروك فوز الوحدة. إهدال وليد البراد حبيب قلبنا وليد البراد. كلمتين بس، أتمنى الفوز بكرة للزعيم، وكلمة دائما أكررها، الهلال والكيان الهلالي أكبر من أي لاعب وأي راتب، خل غيرنا يفهم. الكيان ثابت، النصر ثابت، والباقين متحركون، النصر لا يقف على حمد الله وغير حمد الله، وأتمنى أن يكون هذا الكلام غير صحيح. إذا ثبت أن هذا الكلام صحيح فالله صراحة حمد الله
سينزل من جمهور من عيون جمهور النصر. الآن يعني تلقى رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحايلي تلقى اتصال من وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل اطمأن خلاله على سلامة لاعبي فريق كرة الطائرة لدرجة الشباب في نادي الاتحاد بعد تعرضهم لحادث سير ظهر اليوم، متمنيا لهم الشفاء العاجل ومؤكدا تكفل الوزارة بكافة التكاليف العلاجية للمتضررين جراء الحادث. وثمن رئيس نادي الاتحاد أنمار الحايلي هذه الوقفة غير المستغربة من سمو وزير الرياضة والتي تعكس اهتمامه بكل ما يخدم شباب الوطن من خلال القطاع الرياضي. طبعا كان نادي الاتحاد أصدر بيان في وقت سابق اطمأن فيه رئيس نادي الاتحاد أنمار الحايلي على أعضاء فريق كرة الطائرة لدرجة الشباب بعد أن تعرضت الحافلة المقلة للفريق في سبت العلاية لحادث سير أثناء عودتهم إلى مقر إقامتهم بعد مواجهتهم فريق الزيتون ظهر اليوم الجمعة، وتمنى رئيس النادي السلامة لجميع أعضاء الفريق. اليوم الوحدة سلطان بينبسط الحين، سلطان الأحيان بينبسط. الوحدة اليوم الوحدة قلبها ها على ضمك بعد ما كان ضمك صديقي بن زكري والله كان متقدم بهدف، بس عيال مكة ما يمزحون 3-2. تصل الكرة في منتصف الملعب، مباراة حتى هذه اللحظة سلبية بدون أهداف، فيها كرة خطيرة واحدة فقط في 33 دقيقة، وهذه كرة عرضية الآن، هذه خطيرة بالراس عبد الله الجوعي. شوف الكرة، كنا نقول بأن المباراة لا توجد فيها إلا سوى كرة خطرة، ولكن جاء الرد من عبد الله الجوعي إلا فيها كرة خطيرة وفيها هدف ولا أحلى. على تنفيذ الخطأ كارج يلعبها باتجاه المرمى مباشرة، تصطد في الحائط البشري، تصل على الجهة اليمنى، عرضية عالية تخلصت بالراس عند إنسلمو، خطير إنسلمو في هذا المكان، عدى إنسلمو، سددها إنسلمو، مصطفى زغبا، يوسف نياكاتي، صورة أبلغ من الكلام. شوف الكرة مرة أخرى، إنسلمو خلف هذه الكرة، إنسلمو خلف هذا الهدف، سدد كرة، تألق مصطفى زغبا، لكن تصل الكرة إلى محمد القرني، نقلها على اليسار، عرضية بعد ذلك، اتخلصت الكرة، وصلت عند كوستافو، خطيرة وحدوية، محاولة بالرأس، الله قلب الطاولة. شوف الكرة العرضية من كارج، بعد ذلك مجهود لويس كوستافو، عرضها للخارج، إنسلمو بلدغة، ركلة الزاوية ملعوبة عالية بالرأس، تخلصت من فاروق شافعي، تعود الكرة مرة أخرى، خطيرة، تخلصت مصطفى زغبة، أبعدها عالية، هو 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 من مصطفى زغبة. شوف الكرة مرة أخرى، أشوف اللقطة مرة أخرى، كان وقت للإبعاد، مصطفى زغبة أبعد الكرة، لكن اصطدت في مين؟ اصطدت في ألبرتو بوتيا، وبعد ذلك أمام لويس كوستافو على طبق من ذهب. كرة تصل للخلف، ويقلص الفارق، هدف تأخر لكن وصل بعد التمريرة الخاطئة اللي استغلها أمينيو زيلايا وسدد الهدف الثاني. والله مو المدافع اللي سرح، والله اللي تأخر، والله أنت المعلق بعد شكله سرح مسكين. ركز يا أخوي، المصيبة أنت والمخرج، المعلق والمخرج لازم تكون صاحين 90 دقيقة، لأن المصيبة ما تجي إذا أنت دق لك جرس، لازم تكون مركز. يلا سلطان مبروك أول شيء. الله يبارك فيك، مبروك للوحدة وحظ أوفر لضمك، صراحة مباراة مميزة للوحدة وعودة بعد تعثر في جولتين، عودة بالفوز، عودة لمركز رابع فارق نقطة على المركز الثالث،
بصراحة مباراة كانت على اسم على شوطين، شوط تفوق في ضمك في كامل تفاصيله وسجل هدف كان أغرب حتى لتعزيز النتيجة بهدف ثاني. شوط ثاني كان الوحدة أفضل في عملية المبادرة والوصول والضغط العالي في ملعب ضمك. يعني ليش فاز الوحدة بعد خسارتين يعني اليوم فاز ليه؟ كان الأفضل في الشوط الثاني، كان أكثر مبادرة، كان أكثر وصول، كان أكثر في صناعة الفرص. الوحدة وبدر كسب 3 نقاط ولكن خسر أهم من صنع هذه 3 نقاط، خسر أنسيلمو دي مورايس لاعب الوسط الوحداوي اللي أعتقد أنه من أهم عناصر تفوق فريق الوحدة ومن أفضل اللاعبين على مستوى الدوري بشكل عام. كان بصراحة اللاعب الأساسي في كل خطورة للوحدة، كان اللاعب الأساسي في أغلب أهداف الوحدة، اليوم سجل هدف وصنع هدف وكان مؤثر جدا في عملية التحول الهجومي. بصراحة التوليفة في وسط الملعب اليوم أنسيلمو والقرني وباخشوين صنعت تفوق كبير في وسط الملعب، خاصة الشوط الثاني بعد ما لعب الفريق الوحداوي بمركزية عالية من مدافعين موتية وريناتو، فأعتقد هذا التفوق هو اللي صنع للوحدة هذا الفوز وهو اللي كان الأكثر وصول في الشوط الثاني. أما ضمك أعتقد غياب بلال سعداني اللي كان صراحة أساس التنظيم الدفاعي للفريق في الجولات الماضية، غيابه للإيقاف أعتقد أنه أثر كثير على المنظومة الدفاعية لضمك، وهذا ما شاهدناه في الشوط الثاني. كان الوحدة بصراحة من السهولة الوصول لمرمى ضمك على الأطراف وحتى عن طريق العمق في أكثر من فرصة، سجل 3 أهداف وكان قادر أنه يضيف الغلة في أكثر من هدف، ولكن في المجمل أعتقد أنها فوز مستحق للفريق الوحداوي قياسا لما قدم من شوطين المباراة. ضمك تفوق في شوط وأخفق في شوط ثاني، كان بصراحة دفاع وتحمل المباراة بشكل كبير، وكان تفوق كبير الفريق الوحداوي في الزيادة الطولية وفي النجاعة الهجومية وفي الأفضلية حتى في بصراحة في صنع الخطورة في أغلب الفرص. طيب خلينا نشوف من سيكون نجم مباريات السبت في دوري NBS للمحترفين. حوالي 6000 الآن مصوتين معنا، 74% اختاروا الهلال، 8% يختارون الاتفاق، 12% يختارون النصر، 6% يختارون الفيصل. إذن الجمهور يعني الأغلى الأكثر هلال ثم النصر، هم اللي يعني الجمهور متوقع بكرة الهلال يفوز على الاتفاق والنصر يفوز على الفيصل. يعني التصويت مستمر على حساب البرنامج في تويتر واللي يظهر أمامكم الآن على الشاشة. خالد القحطاني: الوحدة خسارة، خسارة فوز. ضمك أيضا بعد التغييرات اللي صارت في الشتوية يتقدم، بس هو قبل الشتوية أيضا هو نفس القصة، يتقدم ويفقد التقدم هذا سواء في اللحظات الأخيرة أو منذ بداية المباراة. أولا من ناحية ضمك وبدر أعتقد أنه بالرغم الأداء الجيد اللي هم جالسين يقدمونه بعد فترة الشتوية، الآن حضور تقريبا 14 لاعب أجنبي في موسم واحد أمر صار هو هوية الفريق كثيرا وإن كان تطور. لكن بالنسبة للوحدة وبدر نقدر نقول ألف مبروك لنادي الوحدة، الانتصار وخطف 3 نقاط اللي كانت مهمة جدا بعد تعثرين غير منتظرة للأمانة أمام الفيحة وبعد ذلك أمام الفتح. الوحدة فريق ممتاز جدا، وأعتقد عن نفسي هو أكثر الأندية في دورينا استفادة من 7 أجانب بمعنى الكلمة. اليوم لما تستعرض أجانب الوحدة في الأهداف 3 فقط اللي سجلها الوحدة، سواء بوتيا في الضغط العالي في الهدف الثالث وهو ذكاء من هذا المدافع الإسباني، أو حتى جوستافو في الصناعة، أو حتى نياكاتي اللاعب اللي ينافس على الهدافين، وأختتم بأنسيلمو اللي أنا أعتقد أنه واحد من أكمل لعيبة خط الوسط في دورينا، لاعب جدا رائع وممتاز ويملك كل خصائص لاعب عمق ومحور الملعب في الزيادة العادية، وحتى بحفظ توازن الفريق وحفظ الكرة حتى وإن كان يتعرض لإصابات خفيفة غيبة من فترات إلى فترات من الموسم الماضي، إلا أنه لاعب جدا رائع. المكسب الكبير اليوم بدر أن الوحدة فرق عن ما يلاحق في المقعد الآسيوي، يتكلم هنا عن الرائد اللي تعادل. اليوم الوحدة بعد تقارب نقطي طالت فترته، اليوم الوحدة خذ 4 نقاط فارق عن أقرب منافسي، وهذا يعطيه شوي أريحية مع النادي الأهلي اللي ما يفرق معه على نقطة واحدة. ألف مبروك للوحدة ولجماهير الوحدة، للأمانة فريق إدارته تحترم جدا جدا في اختياراتها الأجنبية حتى مع الفترة الشتوية. خلنا نأخذ هذا الموجز السريع لأهم الأخبار الرياضية. أصدر الاتحاد السعودي لكرة اليد عددا من القرارات الانضباطية على خلفية الأحداث التي صاحبت مواجهة العدالة والعمران في كرة اليد لدرجة الناشئين في الممتازة الأربعاء الماضي من اشتباكات بين لاعبي الفريقين. وقرر الاتحاد إيقاف لاعبين من نادي العمران ل5 مواجهات وثلاثة لاعبين من العدالة لذات المدة. أعلن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال إلغاء بطولة آسيا التي كان مقررا إقامتها في أوزبكستان في إبريل المقبل بسبب مخاوف تتعلق بانتشار فيروس كورونا، وكان من المقرر إقامة البطولة في كازاخستان بين 26 و25 من إبريل المقبل قبل نقلها إلى أوزبكستان المجاورة في الشهر الماضي.
أصدرت وزيرة الشباب والرياضة في لبنان تعميماً ألغت بموجبه كل الأنشطة الرياضية في لبنان حتى نهاية شهر مارس الحالي، وجاء هذا التعميم كإجراء احترازي ووقائي من انتشار فيروس كورونا. أعلن وحيد خليلوفيتش مدرب منتخب المغرب عن استدعاء 49 لاعبا سيدخلون معسكرا إعداديا للمباراتين التي سيخوضها المنتخب المغربي أمام منتخب إفريقيا الوسطى من الجولة 3 و4 عن المجموعة 5 من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا التي ستقام بالكاميرون عام 2021. وضمت القائمة لاعبين من الدوري السعودي، لاعب النصر نور الدين مرابط ووليد أزارو لاعب الاتفاق. داعشر لاعب مغربي محترف استدعوا منهم 2 اللي هم مرابط وأزارو من المملكة العربية السعودية، هم المحترفين في المملكة. سلطان، هم الأبرز؟ مرابط من أكثر من موسم هو الأبرز على مستوى المنتخب المغربي وتأثيره كان واضح. أزارو أعتقد أنه مهاجم مميز، من جبلي في الفيصلية يمكن أفضل الصناع اللعب عندنا. الجبلي أعتقد أنه ما ضم قبل كذا وهو يملك الجنسية الهولندية، فأعتقد أنه ما كان من خيارات المدرب سابقا. لكن حمد الله كان في خيارات وقيل انه خرج من المعسكر قبل بطولة افريقيا وحصل هذاك الاشكال، ومن بعدها ذكر انه اعتزل دوليا في اشكال مع إدارة المنتخب بالنسبة للمنتخب المغربي. في لعيبة صعب السيطرة عليهم؟ والله من المفترض، في طبعا في لعيبة صعب المفترض. كويس انك جاوبت. صحيح العادة سلطان ما يعطيك اجابة يلف يتذكر وقام جاوب. لا بالعكس بالعكس اللعيبة ما هم زي بعض بالتأكيد، في كل نادي في لعيبة بصراحة ما يتقبل القرار، في لعيبة يكون أقل احترافية. طب كيف أسوي كنترول على لاعب زي هذا؟ يعني لعيبة النجوم اللي يكونوا فالتين هنا شوية. هنا الإدارة كيف بصراحة تحتوي المجموعة بشكل عام، وكيف تعرف اللاعب اللي من الممكن أن يكون عنده إشكال يعني مستقبلا، وتحاول أن تعمل أو تحاول تحضر اللاعب أنه لو حصل أي تأخير أو حصل أي تقصير فيكون النظام موضوع على الجميع، ولا بد ان اللاعب يكون اكثر احترافيه. لا بد هذا الامر يكون شيء يعني امر ذاتي من كل لاعب، يكون اكثر احترافيه، يكون احترافي يعني احترافيه توازي ما يقدم من مستوى. يعني بصراحه من الظلم ان كل لاعب يعطي مستوى عالي جدا ويصنع فارق كبير جدا ويصنع اسم تاريخي جدا، ولكن العقليه الاحترافيه خارج الملعب والتقبل الاحترافي للامور الانضباطيه يكون بصراحه بدرجه متدنيه. في النهايه الجمهور اصبح واعي والجمهور يعرف الخطا من فين، ومن المفترض انه يعتذر ومن المفترض انه يتقبل هذا القرار، فبالتاكيد المنظومه بشكل عام. ولكن والضغط اصلا والجهد يكون على الاجهزه الاداريه في الانديه، يعني هم اللي يتعاملون مع اللعيبه. سرعه بصراحه حل هذه المشاكل خاصه اذا كان لاعب مؤثر، هذا الشيء يحسب للاداره. واللاعب بالتاكيد لما يشوف ضغط الجمهور عليه انه اخطا ولابد ان يعتذر، لابد ان يعود لطريق الجمهور الصحيح. عليه دور الجمهور بالتاكيد، الجمهور عليه يعني دور انه ما يبرر الخطا. أيوة. اللاعب اخطا لابد ان الجمهور يوضح للاعب هذا انه اخطيت، واللاعب بشر فبالتاكيد لما يشوف الجميع خطا لابد ان يرجع لجاده الصواب. ولو لقى الجميع معاه حتى لو كان مخطئ خطا اعتقد هذا تزود تكبر راسه، تكبر راسه وحتسبب لك مشاكل على المستوى البعيد في النادي داخل الفريق، والان في مراحل حساسه حتسبب لك مشاكل. لكن اعتقد ان الاداره الحكيمه انها تحتوي هذه احنا في اي نادي ما نبغى نركز على احد، يعني نتكلم بشكل عام. صحيح. سعد الهيديس يقول اليوم صدر قرار بمنع الحضور الجماهيري من مباريات يوم غد السبت. سؤال يطرح نفسه وبقوة، هل طلب تقديم مباراة الاتفاق والهلال 24 ساعة له علاقة بهذا القرار؟ يا رب الصبر، يا رب اني طالب منك انك تصبرني. فاصل ورجع. حياكم الله من جديد. من سيكون نجم مباريات السبت في دوري MBS للمحترفين؟ 74% يرشحون الهلال، 80% الاتفاق، 12% النصر، 6% الفيصلي. سبحان الله، أما بكرة لو يجي الاتفاق والفيصلي ويردون على تصويت الجمهور فتطلع النتيجة مفاجئة للي شاركوا في هذا التصويت. المباراة الثالثة اليوم جمعت الرائد والفتح. أسوأ نتيجة مباراة ممكن تتفرج عليها التعادل السلبي. تخيل تقعد 90 دقيقة تتفرج على مباراة فيها 22 رجل مو قادرين يحطون الكرة في الجول. الله يصبر اللي يتفرجون على هذه المباراة.
يلعبون على جزئيات في مباراة حفاظ على الجود. ممكن الآن انطلاقات تأتي الآن ويكايم النرويجي الآن ينطلق يمر بشكل ممتاز من بالوميكي تي فريدي والقائم يبعد الفرصة مميزة فتحاوية. شوفي كان شوف النرويجي والهولندي إذا ما تحركوا يخلخلون أي دفاعات. هذه كرة ملعوبة شوف حظنها صح ولعبها صح الصح صح الصح لكن القائم والحظ يبعد هذا الهدف الفتحاوي الأول. الفتح يمكن ما يهجم كثير ما يوصل الفتح واختراق المنطقة والتسجيل. هذه واحدة الآن فكرة جميلة لحقها محمد الدوسري ينطلق في كرة الآن محمد يعرض الزين وتعدي في الشباك الجانبية. ممتازة الزين حاول يلعب أخرج خارج أرضية ملعب. شوف الكرة اتلعبت صح قادم الخلف لعبة جملة سليمة جدا مع الإنهاء بالتأكيد غير موفق كان من الزين لكن فكرة رائعة جدا في الشباك الجانبي. سرعة ماتياس أجيري جراي يلعب للفتح اللي حاول في دقائق الأخير الآن أنه يحقق الهدف. الكرة تمر مرور ممتاز علي زقع الله يلعبه يركنها لكن القائم ذكاء مهارات بالسرعة مراوغته دائما ما تتوقع. شوف القدم اليسرى كيف هذه 70% لكن إن بنفس الإمكانيات هذا نادرا. هنا كرة ملعوبة الآن زقعان يشوت باليسار والكرة تعدي بتصدي ممتاز عنده خبرة في التحرك بشكل كبير. شوف الكرة اللي كان فيها خطأ بالتمرير. خالد القحطاني ليه انتهت بالتعادل السلبي الرائد والفتح؟ لما أنا تحديدا خليني أخصص نادي الفتح بالتحديد هذا الأداء غريب على الفتح هذا الموسم. الفتح مع هاسي في العادة حتى لو كان يخسر المباريات إلا أنك تشوف معدل اللعب الرائد اللي مع هاسي الفتح الرائد فعلا. ما صدقت على الله ما صدقنا لقينا عليك شيء ها لا بتلقى كثير وبدا نتكلم عن الرائد هذا الموسم مع هاسي وحتى الموسم الماضي لكن تحديدا هذا الموسم يلعب كرة هجومية جميلة جدا وحتى وإن خسر تلقى الكثير من اللعب الفعلي في المباريات. اليوم أتوقع أنها واحدة من أقل المباريات على المستوى المعدل اللعب الفعلي مع أن الفتح وصل المرمى الرائد تقريبا في مناسبتين أوقفها القائم إلا أن المباراة كانت فعلا أغلب الوقت فيها مهدر ما كنت تشوف فيها جمل واضحة وهذا الأمر أنا استغربه بحكم مثل ما وصفنا حال الرائد هذا الموسم أو حتى بحكم انتصار الفتح الأخير على نادي مثل الوحدة. لما أنا ما نتمنى أبدا هذه النتيجة أن تكرر أو حتى الأداء بالتحديد أن يتكرر. طيب يعني كفيريرا مدرب فريق الفتح يتحدث اليوم بعد المباراة مع الزميل سويلم العنزي. It was pretty difficult. Temperature was really hot. كانت مباراة صعبة والأجواء كانت حارة اليوم وأرضية الملعب جافة وكان من الصعب لعب مباراة بمستوى عالي. وصلنا لمرمى الخصم مرتين في الشوط الأول وهي الأخضر وفي الشوط الثاني أتيحت لنا فرص وكذلك للرائد وأعتقد أننا كنا أخطر نوعا ما. وبشكل عام عند اللعب خارج الأرض النقطة تكون مرضية لنا فإذا لم تستطع الفوز فيجب أن لا تخسر. We start every game even against Al Hilal or Al Nassr. We start the game with one idea is to win. الرائد فريق جيد واحتل المركز السادس ونحن نلعب أمام الجميع للفوز سواء الهلال أو النصر أو أي فريق ولكن تعادلنا اليوم خارج ملعبنا بعد فوزين متتاليين أمر جيد والمباراتين القادمة ستكون على أرضنا وهذا الأهم. And at the end of the game we sit together and we speak we count the points 0 1 or 3. التفكير في عدد النقاط يكون بعد المباراة بحساب ما حصدناه نقطة أو ثلاثة أو لا شيء وحديثي مع اللاعبين هو المقاتلة في كل لقاء وتقديم أقصى ما لديهم ونتمنى أن الفتح يتفادى الهبوط ويبقى في دور المحترفين. حبيب played in the goal. حبيب did well. الحارس حبيب قدم مستوى جيد وقلنا نحن في آخر الترتيب سنعطي الفرصة لحارس شاب ولعب ثلاث مباريات اثنان منها بشباك نظيفة ولم نعاقب الحارس ماكسيم فهو حارس رائع وإيجابي يساعد حبيب كثيرا ونحن نؤمن بحبيب الآن ولا نفكر بالتغيير حاليا. And we believe in him so now he has his chance and we don't think about changing for the moment. خليني أخذ الحالات التحكيمية لمباراة الرائد مع الفتح. كابتن فود تفضل. بسم الله. طبعا مباراة الرائد والفتح أبو بدر الحكم طاقم التحكيم من سلفانيا حالتين شاهد في المباراة. الحالة الأولى كانت الدقيقة 37 من زمن المباراة هنا في كرة حقيقة ارتطمت اللاعب نادي الرائد اعترض الكرة وركلة حرة مباشرة لم يعلن عنها لصالح فريق الفتح خارج منطقة الجزاء. اللاعب اعترض الكرة باليد وكانت اليد أكبر من الجسم وبالتالي لم يعلن عن المخالفة في الدقيقة 37. الحالة الأهم كانت في الدقيقة 50 من زمن المباراة كان في سقوط لمهاجم نادي الفتح داخل منطقة الجزاء مهاجم الرائد عفوا داخل منطقة الجزاء ركلة الجزاء لم يعلن عنها لصالح فريق الرائد لأنه في عملية مسك من مدافع نادي الفتح.
داخل منطقة الجزاء، وهذه لم يعلن عنها ولم يساعد أيضا الحكم المساعد الأول ولا حكم الفيديو، وركلة الجزاء صريحة وواضحة نتيجة المسك اللي قام به مدافع نادي الفتح في داخل منطقة الجزاء، أهم حالتين في مباراة الرائد والفتح. كابتن سمير عثمان عليك حق الرد، في عندك تعليق على الحالات؟ لا أتفق مع كابتن فوضى طبعا في الكرة الأولانية والركلة الجزاء التي لم يتم احتسابها طبعا. انتم ضبطين مع بعض قبل الحلقه ولا ايه؟ لا لا واضحه. لا 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 خلي بالك، لا اصل هي واضحه يا كابتن. لا المباراه الاولى هو ايدك والمباراه الثانيه انت ايدته، الله يستر من المباراه الثالثه. لا عارف، بص هقول لك حاجه، احنا مختلفين مع حكم الفار على فكره. طيب لا احنا طيب خليني ساكت. طيب المباريات الغد ان شاء الله الجوله 21 بقى ثلاث مباريات غدا، ونرجع نذكركم مره ثانيه أبها التعاون الفيصلي النصر والهلال والاتفاق، ونذكركم أن بكرة لن يسمح بالحضور الجماهيري، صدر قرار من وزارة الرياضة قبل قليل بتعليق الحضور الجماهيري في كافة المسابقات الرياضية، مش بس دوري الأمير محمد بن سلمان، الكل لا حضور جماهيري. طبعا كان في أحد الإخوان سأل بالنسبة لحضور الإعلاميين، لا سيسمح بحضور الإعلاميين اللي عندهم بطاقة الاعتماد أو المصورين، والمطلوب تخفيف العدد. الحمد لله البلد لسه ما انتشر فيها والأمور طيبة، بس هذه كلها إجراءات وقائية تقوم بها الأجهزة المعنية في الدولة لضمان أمن وسلامة المجتمع من الناحية الصحية. بكرة طبعا ثلاث مباريات، اليوم أو أمس السيد رزفان مدرب فريق نادي الهلال تحدث عن المباراة الكبيرة اللي تجمع بكرة الهلال والاتفاق على ملعب الجامعة جامعة الملك سعود. As a coach I'm fully satisfied for this full week that كمدرب أنا راضي جدا عن الاستعدادات التي قمنا بها الأسبوع الماضي، لأنه ليس إعداد للمباراة المقبلة فقط بل للفترة المقبلة بشكل كامل، لأننا منذ وقت طويل لم نحظى بمثل هذا الوقت للاستعداد، ليس من الناحية البدنية فقط بل من النواحي التكتيكية والذهنية أيضا. أما فيما يخص مواجهة الاتفاق المقبلة فلدينا بعض الغيابات، بالتأكيد عطيف كما تعلمون وكذلك الشلهوب وأيضا عبد الله الحافظ، أما البقية فهم في أتم الجاهزية، وألمسوا رغبة وشغف اللاعبين وحماسهم للقاء من خلال التمارين، ونحن في الجزء الأخير من الموسم وهو الأهم، ونحن نعرف أهدافنا وكل الأمور في أيدينا، يتبقى لنا خوض المواجهات المتبقية بالعمل الجاد والروح العالية. Looks to be on a good shape with good confidence and الاتفاق حاليا في افضل حالاته وثقته عاليه، واضيف ان الاتفاق واحد من الفرق الاكثر تنظيما ولديه فريق عمل تدريبي جيد، ومن ناحيتنا ليس التفكير كيف سنوقف الاتفاق بل كيف الاتفاق سيوقف فريق الهلال، ونعرف ان كل الفرق التي تواجه الهلال يكون لديها الرغبه الكبيره، لان بعض الفرق وبعض اللاعبين يعيشون فقط ليوم مواجهه الهلال، ونحن فريق لدينا بالتاكيد اهداف مختلفه، اهداف اكبر من مواجهه واحده فقط، تحقيق القاب وبطولات، وحتى الان الحافز لنا هو تقديم الافضل في كل البطولات التي نشارك بها. We know also that all the teams that face Al-Hilal have a higher motivation because some of the teams or some of the players they live just for the day to go against Al-Hilal. ايضا على الجانب الاخر احمد المالكي مساعد مدرب نادي الاتفاق يتحدث عن مواجهه الغد. راح نلعب امام فريق متمرس، فريق شرس على ملعبه، فريق يمتلك الامكانيات الفنيه العاليه، وايضا في المقابل نحن الحمد لله جاهزين لهذه المباراه من جميع النواحي، الروح العاليه الموجوده داخل الفريق، جاهزين باذن الله تعالى فنيا بدنيا نفسيا ذهنيا من جميع الأمور المتعلقة، وبإذن الله تعالى راح نقدم مباراة على مستوى عالي رفقة أشقائنا نادي الهلال، ونظهر بمظهر مميز بإذن الله تعالى، ويكون هدفنا بإذن الله تعالى مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية بحول الله. الخوف من الهلال احنا ابدا ما نخاف من اي فريق، نحترم جميع الأندية ونجهز لها ولها كامل احترامها، لكن ابد ولا 1% دخل فينا خوف من الهلال، وبإذن الله تعالى احنا نروح نكون جاهزين. صحيح احنا نحترم الهلال، لكن مش هذا الطموح دائما ان احنا نلعب ضد اي فريق عشان احنا ناخذ نكتفي بنقطة فقط، لان احنا عندنا دائما الطموح عالي في جميع الأحوال. اكيد
العامل النفسي مهم جدا لدى اللاعبين، ولكن احنا نعتقد بل نؤمن ان مثل ما الهلال يبدا داخل الملعب ب 11 لاعب، ايضا احنا عندنا 11 لاعب. المباراه ما راح ندخلها ان احنا خسرانين من البدايه ان خلاص الهلال هو اللي فاز علينا اكثر، هي المباراه اللي يحكمها مجرياتها اثناء المباراه. ما راح ندخل اي مباراه سواء الهلال او غير الهلال ان احنا خسرانين المباراه. كابتن سلطان لحياني، الهلال والاتفاق بكره ايش يفرق فيها ان بدون جمهور؟ بالتاكيد تاثير الجمهور حيكون على شغف المنافسه، على تحفيز اللاعبين، حيكون تاثير كبير على الفريقين، خاصه على فريق الهلال اللي تعود في هذا الملعب يكون يعني تحفيز ودعم الجماهير واضح، حضور الجماهير واضح، تاثيرهم حتى على مستوى اللاعبين واضح. اعتقد مباراه اتفاق وهلال او هلال واتفاق دائما تكون مباراه ممتعه، مباراه مفتوحه، خاصه هذا الموسم الاتفاق والهلال. الهلال طبعا يعني تعودنا دائما انه هو دائما يصنع الخطوره ودائما يعتمد لعبه على الاستحواذ، الاتفاق باسلوب بطريقه لعب جديده مع الكابتن خالد العطوي بصراحه اعتماد على الاستحواذ. اعتقد ان الاتفاق ثالث الفرق بعد الهلال والنصر في نسبه الاستحواذ، اعتقد انها حتكون مباراه في وسط الملعب. اتفاق يبتدئ خاصه بعد فتره شتويه، خاصه بعد استقطاب البرازيلي سوزا، يعني تكون تكتيكيه اكثر، وخاصه حتكون في وسط الملعب. اعتقد حتكون يعني محصوره المباراه في وسط الملعب. مباراه الهدف الواحد لا، ممكن حتكون اكثر من هدف، ولكن اعتقد انها حتكون في تكافؤ كبير بين الفريقين. يعني الاقرب مين في رايك؟ الاقرب على مستوى عناصر الهلال، ولكن اعتقد الاتفاق وما قدم من جولتين سابقه على مستوى التهديف اعتقد انه قادر انه يعني ممكن تنتهي قصدك 2-1 3-2 بهذا الفارق، ما حتكون مباراه يعني اسمه متقارب، ولكن اعتقد التسجيل حيكون من الفريقين. محمد البريك ايضا لاعب نادي الهلال يتحدث للزميل خالد الشعبي. استعداداتنا للمباراه الجايه مهمه جدا، خاصه حضرنا اسبوع اتوقع مليء بالتمارين، ممكن فتره ما تمرناها، وان شاء الله نكون على قد المسؤوليه في هذه المباراه. انا امتلك يمكن 30 لاعب، والمدرب قاعد يدور بشكل كويس، والحمد لله يعني مثل ما شفت النتائج السابقه كلها انتصارات، وان شاء الله الله يدوم انتصارات باذن الله. اصعب مرحله لكم كلاعبين في الموسم؟ والله كل مباراه نتوقعها صعبه، خاصه اننا ممكن الفرق تشتغل على ايقاف الهلال، لان لا فتره ممكن ما تعطل، لكن ان نحاول نعطي كلمه لدينا داخل الملعب، وان شاء الله الله يوفقنا. لو تأجل الدوري أبطال آسيا كابتن محمد، خبر مفرح لكم ولا بالعكس؟ والله إلى الحين ممكن قالوا في اجتماع وكذا، لكن إن بالنسبة لنا مسابقة مهمة قارية تعطينا دافع كبير إن نطلع بصورة مشرفة لو نشرف الوطن. بخصوص تأجيل المسابقة أو بقائها يعني اتوقع عند الاداره يمكن لها علم اكثر مني. تصريح كابتن فيليب انه راح يعطل الهلال عشان يمنح النصر الملاحقه للهلال، ايش هو تعليقك على هذا التصريح؟ والله ما عندي تعليق، هو تصريح يخص اللاعب يعني هو يتحمل مسؤوليته، ان مثل ما قلت لك حنركز داخل الملعب، ما يهمنا اي تصريح سواء كان من لاعب او اداري او رئيس نادي. تعودنا ان نكون داخل الملعب ردنا، وهو مثل ما قلت لك يعني شيء خاص فيه. نروح الفاصل، وبعد الفاصل النصر وصل المجمعة ويقابل الفيصلي غدا، وين حمد الله؟ حياكم الله من جديد. أيضا محمد الكويكبي لاعب نادي الاتفاق يتحدث عن مواجهة الغد اللي راح تجمع الهلال والاتفاق في دوري الأمير محمد بن سلمان. لا بالعكس، يعني احنا مباراتنا نفس أي مباراة، ما في يعني تحديات بين بعض، والله أن الهلال فريق غير عن فريق، بالعكس أنت الدوري السنة هذه يعني كلها فرق نفس بعض، يعني وكل مباراة تختلف عن مباراة ثانية، وما في بيننا شيء، بالعكس احنا كل مباراة إن شاء الله أن نحقق 3 نقاط، هذا همنا اي مكان فريق. ما انت شايف ان اي واحد يرجع من اصابه مستحيل يرجع نفس الريتم حقه. الحمد لله ان مدرب واللاعبين اعطوني الثقه، وكوكي ما كان الحال يعني انه يقدر الحال انه يرجع نفس مستواه الا بتكاتف مجموعه مع بعض.
والحمد لله يعني زي ما تقول ان التسجيل هذا كله توفيق من رب العالمين، وان شاء الله ان نستمر على نفس الاداء هذا وان شاء الله وافضل باذن الله ان شاء الله. نروح للكابتن فودة، حالات التحكيميه لمباراه الرائد الوحده وضمك. طبعا طاقم تحكيم سعودي بقياده فيصل البليو وياسر السلطان وخلف الشمري وعبد الله الحربي، بس اطلع بلنتيات عشان سلطان الاحياني موجود، وداني ماكيلي والحكم مساعد فيديو شكر الحنفوش. الحاله الاولى في الدقيقه 11 من زمن المباراه، طبعا هذا طاقم التحكيم السعودي. والحاله الاولى طبعا في الحاله للوهله الاولى ان هناك تسلل، لكن حقيقه لا يوجد تسلل، لانه هنا عندنا الان شاهد الحاله لاعب الوحده مدافع الوحده كان مغطي، وبالتالي استمرار اللعب كان قرار صحيح من الحكم المساعد الثاني خلف الشمري. الحاله الثانيه كانت في الدقيقه 60 من زمن المباراه، في سقوط لمهاجم نادي الوحده داخل منطقه الجزاء، طبعا المدافع لم يرتكب اي مخالفه، وكان السقوط نتيجه تنافس بين المدافع والمهاجم، والمدافع لم يرتكب مخالفة ونجح بلعب الكرة، علما أنه مهاجم نادي الوحدة هو من قام بالاتكاء على المدافع، واستمر اللعب أيضا كان قرار صحيح من حكم المباراة. الدقيقة 64 هنا حدث احتجاج على هدف الوحدة الثاني بأن الكرة اجتازت خط المرمى، ونشاهد هنا هل الكرة اجتازت خط المرمى أم لا قبل عكسها إلى داخل منطقة الجزاء. نشاهد هنا اللعبة لم تجتاز خط المرمى نهائيا، وبالتالي كان الحكم المساعد متابع بشكل جيد، والكرة لعبت بشكل صحيح. هنا نوقف اللعبة إذا سمحت قبل اللعبة إلى داخل منطقة الجزاء. نلاحظ هنا الكرة لم تجتاز خط المرمى، إذن القرار صحيح باستمرار اللعب، والهدف صحيح اللي تم تسجيله في الدقيقة 64 من زمن المباراة. الدقيقة 86 كانت هناك مطالبة بأن الكرة لامست يد مهاجم نادي الوحدة، لكن بعدما لعبها الحارس الكرة ارتطمت بجسم لاعب نادي الوحدة وليس بيده، وبالتالي هدف صحيح اللي تم تسجيله في الدقيقة 86. ونشاهد الحالة الكرة ارتطمت بجسم اللاعب وليس باليد، وهنا كان في احتجاج على أن الكرة ارتطمت بيد اللاعب، لكن لا يوجد ارتطام هنا شاهدها الآن، ارتطمت بالجسم وليس باليد، واستمر والهدف صحيح اللي تم تسجيله لنادي الوحدة في الدقيقة 86. الحالة الأخيرة الدقيقة 94 هدف ضمك الثاني، طبعا هدف ضمك الثاني مهاجم نادي ضمك كان في موقف تسلل، لكن الكرة وصلته من مدافع نادي الوحدة، وبالتالي لا يعاقب على التسلل، وهدف نادي ضمك هدف صحيح، وطاقم تحكيم السعودي حقيقة نجح بشكل جيد جدا في إدارته للمباراة. يعطيك العافية كابتن فودة. كابتن سمير عثمان عندك تعليق؟ حق الرد. أنا عندي بس حالة واحدة بس، اللي الحالة الثانية اللي هي الخاصة بمنطقة جزاء ضمك. تفضل. يعني اللي أنا شايف إن هي الحالة الثانية كانت في الدقيقة 60، ممكن نشوفها مع بعض سريعا. اللي أنا من وجهة نظري أنا شايف في الملعب إن في إعاقة من مدافع ضمك على مهاجم الوحدة بطريقة فيها شيء يعني جزء من الإهمال. بس هنا الحكم يعني زي ما تشوف رجل المدافع ضمك اليمنى فيها إعاقة لمهاجم الوحدة، بس الحكم طبعا هنا قريب، انا من هنا من الزاويه هنا شايف ان في اعاقه، وشايف ان المفترض يبقى في ركله جزاء لصالح الوحده. طيب شكرا لك كابتن فوده. كابتن سمير عثمان طيب خلينا نذكر بس على مباريات بكره مع خالد القحطاني. بكره عندنا خالد الاتفاق والهلال والاتفاق، اولا تفضل. مباراه صعبه بدر الامانه للهلال، لكن المباراتين القادمه للهلال هي مهمه باهميه فارق الخمس نقاط اللي يحفظ الهلال بحكم انها تاتي ما قبل الديربي. لكن الهلال في ظرف الثلاث مباريات الماضيه ما كان في مستوى الا انه حصد على الاقل مباريات الهلال. خلينا نشوف مباريات الهلال يا شباب، بس مباريات الهلال القادمه ومع خالد كان يتكلم عنها. تفضل خالد. المباريات القادمه هي بصعوبه المباريات الماضيه اللي كان فيها الهلال ما كان في مستوى لانه حصد 9 نقاط من اصل 9 نقاط، وهذه الامور مهمه جدا لشخصيه بطل الدوري. مباريات الهلال القادمه الا وهي الاتفاق، بعد ذلك ضمك، بعد ذلك ياتي الديربي. فارق الخمس نقاط مهم جدا في بينهم كاس الملك، عندك مباراه الهلال وابها في كاس الملك الهلال واحد، لكن نتكلم هنا عن هدف تحقيق الدوري. هدف تحقيق الدوري مهم جدا ان تحافظ على فارق الخمس نقاط لعده اعتبارات. الاعتبار الاول، اولا ان النصر سيكون
أكثر ضغطا وأكثر مطالبة بأن يكون هو المحقق للفوز في الديربي في هذا الفترة اللي أصلا ما قبل الديربي بيمر فيها مباريات صعبة قدام الفيصلي وحتى قدام الراد. إلا أني للأمانة أؤمن كثيرا بتحضير رازفان نشيسكو للمباريات المصيرية غدا. الاتفاق نادي يعني يناصف الفريق اللي أمامه دائما الملعب، لذلك أعتقد أن انتصار الهلال هو الأقرب. طيب. حتى لو كان فيها أهداف أكثر. بكرة أيضا الفيصلي مع النصر. سلطان، الفيصل بصراحة جالس يقدم مساجد جدا مميزة، ولكن النصر أعتقد بعد التعثر الأخير أمام الأهلي هو الأكثر أفضلية على مستوى العناصر، هو الأكثر خاصة على مستوى الهجوم، فأعتقد أن النصر له الأفضلية أكثر، وأعتقد حتى النصر هتكون مباراة قبل الهلال، ففارق الخمس نقاط لا زال يؤرق الفريق النصراوي، بالتأكيد أنه يعني يحرص جدا على تقريب الفارق هذا ولا يستمر أو لا يزيد هذا الفارق، خاصة إذا قلنا بعد جولتين حتكون الديربي. ولكن في المجمل الفيصل فريق جدا مميز، خاصة يوسف الجبلي اللي أعتقد أنه من أهم العناصر اللي تصنع الفارق على مستوى الصناعة والتسجيل، وأعتقد أنه حصل في هذا الشهر على أفضل لاعب. نعم. وهو لاعب يستحق في الصناعة وكذلك حتى في التسجيل والتأثير على مستوى فريق الفيصل بشكل كامل. وصلت طبعا إلى المجمع، وصلت بعثة النصر اليوم استعدادا لمواجهة الفيصلي غدا في الجولة 21 من الدوري. طبعا اللقطات اللي أمامنا هذه لقطات اليوم لوصول حافلة النصر إلى المجمعة. البعثة لما وصلت ما كان فيها الكابتن وهداف نادي النصر اللاعب المغربي كابتن حمد الله. الآن المشهد أمامنا حتى هذه اللحظة لم يصل اللاعب إلى المعسكر، قد يلتحق بالمعسكر. في أنباء راجت في الساعات الماضية أنه اللاعب تأخر من رحلة، أعطوه إجازة فرجع متأخر، فيقال أنه خصم عليه، بعدين اللاعب رفض ومدري وسوى أنفلو في حسابه في تويتر. المواضيع هذه من تجربة السنوات لا تؤخذ إلا إذا جاء بيان رسمي من النادي، بالذات خلافات النجوم مع الأندية. أنا أذكر قبل 20 سنة أجريت حوار مع في الصحافة، أيام الصحافة في جريدة الرياضية، أجريت لقاء قوي جدا مع لاعب. هذا اللاعب الحديث حقه سوى ضجة، فطبعا النادي شكك في اللقاء، الجريدة ردت قالت لا احنا عندنا تسجيل، فطبعا تسجيل في الجريدة ايش يفيدك يعني، بتطلع تسمع الناس كيف. فتم إحضار اللاعب اللي أنا كتبت عن مشكلته وسويت لقاء معه، قالوا اللاعب اسمع وقع ان الحوار مو صحيح ونرسل الجريده واحنا نسامحك. فطبعا اللاعب وقع، طلعت قدام الناس انا كذاب، واللاعب انشال الايقاف منه، واخذت ما اخذت الا وجع الراس امام الناس. فمن هذا المنطلق انا اتعامل مع كل قضايا الانديه اللي تصير داخلها بهذا المنطلق، يعني لا تاخذ المعلومه لانه ممكن تكون المعلومه حقيقيه ويطلع اللاعب يصغرك يقول لك لا انا ما في شيء، وتطلع الاداره تسوي بيان تقول لك ما في حاجه، وتطلع قدام الناس يقول شفت انت حرجت نفسك قاعد تتكلم. هم يعرفون الناس انه حقيقي، وانا اعرف انه حقيقي، وانت والمشاهدين عارفين انه حقيقي، بس مضطرين الورق يقول كذا. فوفق هذه القاعده انا اتعامل مع موضوع كابتن حمد الله، انه حتى الان لا يوجد شيء، اللاعب ما دخل المعسكر، يمكن يدخل الحين بعد ساعه يطلعوا له طياره، يعني ما تدري ايش اللي ممكن ينحل فيها هذا الموضوع اذا كان اساسا في دليل على وجود الموضوع. المباراة الأخيرة أبها والتعاون. سلطان، أبها والتعاون، أعتقد التعاون له أفضلية أبها بعد فترة شتوية بصراحة، ما يعني حصل له ضرب كبير في المستوى، على مستوى خاص على مستوى التهديفي وكذلك حتى على التنظيم الدفاعي، فالأفضلية برأيي حتكون التعاون. شكرا لك كابتن سلطان. شكرا لك، انتهى وقتنا. شكرا لك أبو فهد. شكرا لك أبو فهد. الله يعطيك العافية. شكرا كابتن سمير عثمان. شكرا كابتن. بطل مجاملة لسلطان اللحياني، لابس لي كرافتة حمراء عشان الوحدة وحركاتك انا عارفها تزبط. انا احب السلطان. سلطان يعني بتحب سلطان وتكرهني انا؟ كرافتة حمراء وشماغ احمر والمرة الماضية قلم احمر. هذا فالنتاين، هذا مو نادي، مو نادي، مو فوز. يلا شكرا لك كابتن سمير. شكرا يعطيك العافية. شكرا لك خالد القحطاني. شكرا لك ابو بدر. شكرا برضو. انت متعاطف معهم لابس احمر، يعني الوحده اليوم منتشره عندنا في الاستديو. يستاهلون. صحيح. انا اشهد. شكرا لكم. بكره موعد اخر الدوري مع وليد، وتصبحون على الف الف خير.